اهلا بيكم. قلتلي بقى فيسبوك بيعرف عننا المعلومات دي ازاي؟ ده موضوع كبير جدا بصراحة. اول حاجة هي الداتا بروكرز او الشركات اللي بتجمع داتا وبتبيعها لشركات تانية، ودي الفيسبوك شغال معاهم الله ينور، وبيعمل ماتشنج ما بين البيانات اللي عندهم والبيانات اللي بيجمعها من البروفايلز والحسابات بتاعت المستخدمين. الداتا بروكرز دول بيزنس كبير جدا، في شركات كتير حوالين العالم بتشتري وتبيع بيانات المستخدمين، والشركات الكبيره للاسف بتبيع وتشتري هي كمان من الداتا بروكرز. واشهر شركه في المجال ده هي شركه اكسيوم. هتقولي طب وايه المشكله يعني في موضوع استهداف الناس باعلانات معينه؟ سؤال جميل، بس حضرتك ما تعرفش مين اللي بيستخدم البيانات دي وبيستهدفك باعلانات او موضوعات مدفوعه، علشان مش بالضروره تكون اعلان، ممكن تكون اخبار مزيفه او مفبركه او معلومات مغلوطه. الحاجة المهمة بالإضافة للمعلومات اللي بيجمعها عننا فيسبوك وغيره من الشركات دي هي الخوارزميات الرياضية اللي بتحلل البيانات دي، وبالتالي بتقدر تصنفنا وتعرف اهتماماتنا وأدق تفاصيل حياتنا. لو هنتكلم بقى على الخوارزميات الرياضية فلازم أسمعك الكلمتين دول من ميكال كوزانيسكي في جامعة ستانفورد، اللي عامل أبحاث كتير جدا في مسألة الخوارزميات اللي بتقرأ اهتمامات الناس والسيكولوجي اللي وراها. Now adverts are not shown randomly to anyone. Advertisers spend a lot of time trying to specify the group that they want to communicate with and then show them the advert. So now you buying a certain thing because you've seen an advert is revealing that you are part of this group, right? Also, maybe you bought something or read a book or seen something because your friends have seen it before and they've told you about it. Now again, it's not random. People don't create friendships, form friendships completely randomly. We actually know pretty well that friends are pretty similar to each other. They have similar education, similar political views, similar attitudes, similar wealth, similar personality, similar intelligence. There's basically, as we call it, a lot of homophily among people. We just hang out with other birds of the same feather. سمعت الراجل بيقول لك ايه؟ الموضوع مش عشوائي، وطالما مش عشوائي يبقى اكيد الخوارزميات الرياضيه ممكن تفهمنا اكتر ما احنا بنفهم نفسنا من اللايك والشير والبوست والكومنتس والبراوزنج وسلوكياتنا على الانترنت، او حتى في ارض الواقع لو بتستخدم اجهزه الكترونيه حتى لو كريدت كارد. بالمناسبه دكتور ميكال من الناس اللي مقتنعين ان مفيش خصوصيه في القرن الحالي على الاطلاق. تعال نسمع الكلمتين دول كمان. Now those simple facts, the simple fact that our preferences, likes, purchases, and behaviors are not random means that now if you give me a behavior that you bought a Harley Davidson or seen Wicked the Musical, reveal something, well, not really to me, but to an algorithm. Now, this amount of information that is revealed is really tiny, insignificant on its own. But now what algorithms can do, they can combine tens or hundreds or thousands of those insignificant little tiny pieces of information to create a very accurate profile. Way more accurate than humans, in fact, could create. And now humans also do that. It's just we do it in a relatively crude fashion. If I told you that I donated a lot of money to a given politician in last campaign, you'd be like, okay, we know his political views, right? But if I told you, hey, I was listening to Lady Gaga, you would say, okay, he's weird, but maybe he wouldn't be able to figure out my political views, right? Now computers can do it. بصراحة الخوارزميات أو الكمبيوتر مش بس بيقدر يعرف اهتماماتك، ده يقدر يحلل شخصيتك وكمان تعرف معلومات عنك من صورتك. عموما الخوارزميات دي بقت بتستخدم في حاجات كتير جدا لفهم طبيعة النفس البشرية، واسمها سايكومتريك تيست. لو عايز تجرب ممكن تدخل على موقع تابع لجامعة كامبريدج اسمه Discover My Profile، واختار أي اختبار وشوف الخوارزميات الرياضية هتعرف تقراك ولا لأ. في موقع لطيف كمان من جامعة كامبريدج برضو بيشرح لك إزاي تحلل شخصية حد من بروفايل على الفيسبوك أو تويتر أو حتى كلامه اللي بيبعته لك على الإيميل أو في بوست على الفيسبوك. جرب خد أي بوست من تويتر مثلا واعمل اختبار كده وشوف هيطلع لك إيه. هتلاقي بقى تنبؤ بسن الشخصية اللي كاتب البوست من طريقة كلامه، نوعه بنت ولا ولد، ده غير طبيعة الشخصية سواء كانت بقى شخصية متحررة، محافظة، مقدامة، أنانية أو أي صفات تانية. أنت متخيل الخوارزميات وصلت لإيه؟ ويجي واحد يقولك أنا ما عنديش حاجة خبيها أو عامل بروفايل فيك على فيسبوك ومحدش يعرف عني حاجة ومش كاتب اسمي، ساعتها تجيبه بقى يتفرج على الحلقة دي وهو يغير رأيه. بالمناسبة موضوع الخصوصية ده الناس بتكلم عليه من بداية ظهور الانترنت أساساً، وإن طبيعة الانترنت من أول ما اتعملت مفيش فيها خصوصية كبيرة،
زي ما الناس متخيلة. إيريك شميدت المدير التنفيذي لجوجل قال من زمان جداً إن إذا كان عندك حاجة مش عايز حد يعرفها ما تعملهاش من الأساس، وده معناه إن طالما عملتها يبقى هتتعرف، وده نموذج عمل الإنترنت أصلاً. تعال نسمع كلامه. People are treating Google like their most trusted friend. Should they be? Well, I think judgment matters. Eric Schmidt is Google's CEO. If you have something that you don't want anyone to know, maybe you shouldn't be doing it in the first place. الأزمة الحقيقية هتكون في الخمس أو العشر سنين اللي جايين. التطور المرعب في خوارزميات الذكاء الصناعي هيبقى عارف عننا حاجات لا نتخيلها، مفيش مانع يكشف أدق تفاصيلنا من غير ما نحس. خد مثلاً التطور اللي جوجل بتعمله في جوجل أسيستنت، الذكاء الصناعي فيها هيبقى مرعب لدرجة أنه ممكن يتصل بالتليفون ويتفاعل مع الناس اللي هتكلمك في التليفون بالنيابة عنك. تعال نشوف الجزء ده من عرض جوجل للتطور ده. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. Oh, how can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. يا حلاوة، احنا داخلين على ايام عجيبة. تخيل حد كده اتصل بيك، أو المدام مثلا قررت تستخدم جوجل أسيستنت بتاع تليفونك وتسأله أنت كنت فين امبارح؟ أكيد هيقولها أن أنت كنت بتتعشى مع فلان في المطعم الفلاني الساعة 9 مثلا، ومكان المطعم في الحتة الفلانية، ورقم تليفونه كذا، يعني لو عايز رقم التليفون، ولو محتاجة خريطة فده الاتجاهات، ولو عايز أقولك مين اللي كان معاه الترابيزة فبروفايلاته مع الفيسبوك كمان اهي، وهكذا. طبعا أنت فاكر الكلام ده خزعبلات، وقتها هتلاقي أغلب الناس بتعمل كده بالظبط. تقول يا خرابي يا خرابي. طب إيه رأيك بقى أن جوجل هيعمل فعلا في المستقبل كل الكلام اللي أنا قلته لك ده؟ وبقى افتكر كلامي. تعال نشوف جوجل وهو بيحجز لك مطعم أنت والشلة من غير ما تقول للمدام طبعا. The call actually goes a bit differently than expected. So take a listen. See how may I hear you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people? When? Today? Next Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we reserve for like upper like 5 people. For people you can come. How long is the wait usually to be seated? For when tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh no, it's not too busy. You can count for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Yeah. Bye-bye. إيه رأيك؟ ده التطور الطبيعي لخوارزميات الذكاء الصناعي وتعلم الآلة، أو اللي بيسموها Machine Learning، مترجمة النص لصوت واللغات وعلوم الكمبيوتر. أنت متخيل ده هيخلي العالم شكله عامل إزاي في المستقبل؟ شكلنا كده هنكون عايشين في عالم أفكارنا فيه مش هتبقى أسير دماغنا بس، دي هتبقى في الشارع، يعني مش حياتنا بس، لا دي أفكارنا كمان. وده بيفكرني برواية 1984 لجورج أورويل اللي اتعملت فيلم بعد كده. أورويل كتب الرواية دي سنة 1949 وقال إن 1984 هيكون الناس في العالم كلهم بيتم التحكم فيهم ورقبتهم، وده اللي طلع فيها مصطلح الأخ الأكبر أو البيج براذر اللي ارتبط بالتجسس والمراقبة. الحقيقة للأسف طلعت أسوأ من اللي تنبأ بيه جورج أورويل، بس احنا مش حاسين لأننا مندفعين ورا التطور من غير ما نفكر،
احنا رايحين فين او بنجري ورا الموضة والترند والوجاهة. ممكن ما يكونش في احتياج اساسا للتكنولوجيا اللي بنشتريها دي، لكن بسبب الجري ورا الترند الناس بتدفع فلوس وتشتري تكنولوجيا وتسلم حياتها للتكنولوجيا بمزاجها. قولي مثلا السمارت هوم والسمارت سيتي والتلاجات الذكية والغسالات الذكية والتكييفات الذكية وغيرها وغيرها في حقبة الانترنت الاشياء اللي انا مسميها انترنت اوف سيرفيلانس او حقبة انترنت التجسس والمراقبة، هل في مشاكل حقيقية بتحلها التكنولوجيا دي ولا مجرد بس اتصال بالانترنت لجمع المعلومات عن حياتنا وتسويق فكرة سهولة الحياة للي عايز يشتري؟ عموما انا عايز حضرتك تتفرج على مسلسل بلاك ميرور او المرآة السوداء، ده بيحكي بقى الواقع المرير والسوداوي اللي عايشينه من اختراق الخصوصية ووجود التكنولوجيا في كل حياتنا وتأثير ده على المستقبل هيبقى عامل ازاي، خصوصا وانت عمال تستهلك التكنولوجيا من غير ما تحس. تعال نشوف الجزء ده. Nowhere to run to, baby. In this world, nowhere to hide. It's easy to lose sight of what's real. Got nowhere to run to, baby. Nowhere to hide. What if this doesn't work? I didn't expect to find myself living in the future, but here I fucking well am. You're a good man. A good man who's done bad things. 5, 4, 3, 2, 1. What does that mean? Get out of my head! Get out of my fucking head! تفتكر بلاك ميرور دي ممكن تكون الشاشات اللي احنا بقينا أسرى ليها كل ثانية؟ نرجع تاني للسؤال اللي سألناه في أول الحلقة، تفتكر في المستقبل اللي احنا اتكلمنا عليه ده مش هيبقى عندك مشكلة فعلا لو كل شيء بقى كونكتد ومتصل بالإنترنت وحضرتك بتراقب في كل خطوة وكل ثانية وكل نفس؟ تفتكر الداتا دي أو حتى الداتا الأولية اللي بيسموها الميتا داتا ممكن تستغل ضد خصوصيتك؟ تعال نشوف كلام جنرال مايكل هيدن المدير السابق لوكالة الأمن القومي بيقول إيه واحكم انت. جنرال هيدن، you can find out all these things David just said about me, about David, about anyone in this audience. That is a function of operational capability. I'd like you to talk about whether you're comfortable with that operational capability. If so, why? And how often is it used in the ways that David described? Yeah, first of all, David's description of what you can do with metadata and quoting a mutual friend, Stuart Baker, is absolutely correct. Okay, we kill people based on metadata. في الحقيقة لازم تخاف ولازم نفكر ألف مرة قبل ما نقرر نستخدم التكنولوجيا المربكة دي. المشكلة الأكبر في الأجيال اللي جاية اللي هتعاصر الحياة دي، دول المفروض بقى يتعلموا في المدارس إزاي التكنولوجيا بتغير المجتمع وإزاي الثورة الصناعية شردت ناس كتير جدا، وزي ما التكنولوجيا أو الثورة الصناعية الرابعة دي هتغير حياتهم ومجتمعاتهم. من غير التعليم والتوعية للأجيال دي في مدارسهم ومناهجهم قول علينا السلام. بالمناسبة دي مشكلة عالمية، لكن احنا مشكلتنا أكبر، على الأقل هم عندهم ناس بتفكر في الرعب اللي جاي في المستقبل ده، إنما احنا ما بنعملش أي حاجة غير إننا بنقلد ونستهلك وبعدين نستعبد بالتكنولوجيا. الكاتب والأستاذ الكبير نيل بوستمان قال في المستقبل سيعشق البشر التكنولوجيا التي تلغي قدرتهم على التفكير. استنونا في حلقة جديدة وعلى التيك توك على القاهرة والناس.